انتظر الانطلاقة. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط السابع داربي قطن للخيل العربية لاصقة الفئة الأولى، عمر 3 سنوات فقط ولمسافة الوين مايل. منافسة قوية بين 10 جياد في هذا الشوط، والترشيحات من خلال ليدي برنس رقم 10 ورقم 1 الحزم. نشاهد هنا الحزم متقدم على الجميع الآن بشعار السادة أم قرن والمدرب ألباند ميول، محاولة أيضا من خلال جبلة، وهنا سفيان السعدي في المركز الأول مع جبلة في المركز الثاني للحزم. إذن السادة أم قرن يسيطرون على المقدمة، 3 مراكز الأولى تقريبا لشعار السادة أم قرن، محاولة أيضا من مثقال في المركز الرابع على ما يبدو لي. الجياد أيضا وتدفع إلى الأمام، محاولة قوية أيضا من خلال جينكو لبو عمر المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع والخيال بيير كونفرتينو. الجياد عند الانعطاف قبل الأخير والتوجه نحو الانعطاف الأخير. نشاهد هنا في المركز الأول جبلة وسفيان السعدي في الصدارة، محاولة قوية هنا من الجهة الخارجية لجينكو مع المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع والخيال بيير كونفرتينو. المركز الثالث تحركات جميلة أيضا لشداد ومنافسة قوية للسادة أم قرن من الجهة الخارجية. نتابع الشعار الرصاصي وتقدم هنا الخط المستقيم والإعاز يبدأ للخيالة بالاندفاع نحو الأمام. هنا السادة أم قرن في الصدارة بشعار العنابي والكاب الأبيض حتى الآن، تحركات جميلة من الجهة الخارجية بشعار الأخضر بطاش دوفوست والخيال أدري ديفريس. أدري ديفريس ربما يتجه نحو الصدارة حتى الآن، السادة أم قرن في الصدارة، السادة أم قرن إلى المركز الأول والباند ميول، ولكن ليدي برنس والساد أم قرن فعلا يخطفون صدارة هذا الشوط.